دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم الكاميرا كرين في برنامج الانريل، وبرنامج اوبن سورس مجاني. دلوقتي لو انت ضفت الكرين من هنا من بليس، وهتلاقي الكاميرا موجودة، هتقدر تخلي الكاميرا تطلع وتنزل زي ما انت عايز، وتقدر تغير الاتجاه بتاعها، وتقدر تطول الدراع وتأثره بالشكل دوت. دلوقتي هضيف كاميرا عادية اهي بالشكل دوت، هحاول اقربها من الكريم بتاعي، وابدا اضبط الاتجاه زي ما انا عايز. يعني ممكن تقدر تقول له انا عايز اعمل لها روتيت شويه بالشكل دوت. طيب وبعد كده هعمل سيلكت على الكرين، دي الكاميرا بتاعتي، هبدا اسحبها اخليها تحت الكرين بحيث انها تبقى مرتبطة بيه. لو انت جيت هنا غيرت طلعت ونزلت، هتلاقي الكاميرا بتطلع معاك وبتنزل معاك بالشكل دوت. لو انت لفيت بيها هتلف معاك، لو انت قربت وبعدت هتلاقي الكاميرا بتمشي معاها زي ما انت شايف، بتقرب وتبعد وهكذا.